شوف يا معتز. قل. هذا واحد فرانك فرنسي. حلو. كنت مهتم جدا جدا بالعمل. كان عندي اكثر من 57 عمله. كان عندنا شغاله بالبيت سافرت اخذت الملف هذا حقي حق العمل. كان عندي عمل نادره قديمه تحسبه فلوس، يعني ادري ان راحت الحين هناك ما راح تستفيد منه. يعني لو قالت لي اني اسرقه حطيت 5000 تاخذي 5000 بس تسرقين. بقى هذا، تدري هذا كم تاريخه؟ 1780. والله العظيم والله 1780. ما شاء الله ما شاء الله. تبيعه لي؟ اعطيك اياه وعطى. الله عليك. قفل الكاميرا. والله ما تاخذه. ثاني 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 ثاني